السلام عليكم. في الحلقة دي هنتكلم عن موبايل هواوي نوفا 12 الترا بعد ما اتكلمنا عن نسخة البرو والنسخة العادية، فعايزك تركز معايا عشان دي النسخة العملاقة اللي فيهم، فركز معايا كويس قوي عشان تعرف ادق التفاصيل من ناحية مميزات والعيوب وكمان الاسعار. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 163 ملي وبعرض 75 ملي وبسمك 7.7 ملي والوزن عامل حوالي 200 جرام، والظهر بتاعه بيجي مصنوع من البلاستيك بملمس الجلد مع فريم من المعدن، وبدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات الفايف جي، وبالنسبة لصوته الخارجي فبيجي استيريو واستغنى عن مدخل 3.5. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع LTPO OLED بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل 89% وبدقة 1224 في 2776 بكسل وبكثافة بكسلات 449 بكسل لكل بوصة، وبتدعم المعدل التحديث عالي واللي هو 120 هرتز وكمان تقنية ال HDR والمليار لون، وبيجي عليها طبقة حماية من نوع كيدلين جلاس، والطبقة دي تعتبر طبقة حماية كويسة، ولكن الشاشة ناقصها حاجة واحدة، نعرف كل الإضاءة بتاعتها تحت الشمس عاملة ازاي علشان نعرف هي ضعيفة ولا قوية. اما بقى بالنسبة للذاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين، الاولى 512 جيجا والتانية 1 تيرابايت، واستغنى عن تركيب ميموري كارد. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل هورمن اي او اس 4 مع معالج كيرن 9000 اس بمعمارية 7 نانو، والتردد بتاعه بيوصل ل 2.6 جيجا هرتز، ومع كارت الشاشة ميلون 910. وبالنسبة لي عن اداء المعالج دوت فمن ناحية قوة الانوية هيكون اداؤه جبار جدا، هيديك اداء جبار من ناحية البرامج والالعاب، ولكن في ناحية توفير الطاقة مش هيكون قد كده، علشان يعني توفير الطاقة الملحوظ بيبدأ من معمارية 6 نانو وانت ونازل، ولكن لو اعلى من 6 نانو بيكون توفير الطاقة مش كويس قوي. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية، اول كاميرا الاساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة بتبدأ من f1.4 ل f4، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، وديت كاميرا الترا وايد بتصور بزاوية 112 درجة، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما وال HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم. اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فالموبايل دوت بيجي باتنين كاميرا امامية، الاولى بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2 وديت كاميرا تولو فوتو 2x اوبتيكال زوم، والكاميرا التانية بدقة 60 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 وفيها خاصية الالترا وايت لحد 100 درجة، وبتدعم تقنية البانوراما وال HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم. وبالنسبة ليعني اداء الكاميرات فحب اقولك انها تعتبر كاميرات احترافية شوية بسبب فتحة العدسة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية، يعني تديك اداء محترم وكويس جدا طول ما انت بتستخدمها صح، يعني كاميرات محترمة. اما بقى بالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت فيه واي فاي من اصدار السادس، وكمان البلوتوث من اصدار 5.2، ومعهم كمان جي بي اس وتقنية NFC لكن مفهوش راديو. اما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 4600 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط مع شاحن من نوع تايب C2، وبيدعم كمان خاصية الاوتو جي والشحن العكسي بقدرة 5 واط. وطبعا البطارية حجمها كويس لكن مش الافضل، مع سرعة شحن جبارة وممكن تشحنها من 0% في حوالي من تلت نص ساعة بالكتير. وبالنسبة للألوان فالموبايل دوت بيجي بثلاث ألوان، الأسود والأزرق والأبيض. أما بقى بالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بالسعر 660 دولار، يعني حوالي 20500 جنيه مصري، ودوت من غير جمارك أو ضرائب أو أي إضافات تانية في مصر، وعمل في السعودية حوالي 2475 ريال سعودي، وفي دولة الجزائر عامل حوالي 88,000 دينار جزائري، وفي دولة العراق عامل حوالي 865,000 دينار عراقي، ولكن يعني سعره في مصر اتوقع ان هو ممكن يوصل لحوالي ما بين 25 ل 35,000 جنيه، ودوت بعد الجمارك والضرائب وكمان اختلاف سعر الصرف. وطبعا رايك تحت في التعليقات مهم، سواء بالايجاب او بالسلب، عشان هو مهم جدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم.